شنو دقيقة بعد شوية في زوم 73 مازلنا مواصلين معكم باش نحكيو على محطة الانتاج الخاص للكهرباء من الطاقة الشمسية اللي موجودة في نفيدة. بعد شوية مع زميلنا زاهر جيجا اللي مبعوثنا واللي موجودة في نفيدة ما توا. خليني باش نرجع بكم للبعض المواضيع والانطلاق باش يكون من خبر طريف الحقيقة دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي البارح. نحكيو على ناقة لتهريب الهواتف الجوالة في قبلي. التفاصيل ناخذوها توت سويت مع الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني سي حسام الدين جبابلي. أخبار الساحل في زوم 73. صباح الخير سي حسام، مع السلامة ومرحبا بك على موجة إذاعة نجم إف إم. صباح الخير وكيف متابعي ومستمعي نجم؟ يعيشك، شكرا ليك. دونك كيما قلنا الانطلاق، خاطر احنا باش نحكيو على حاجات أخرى من بعد شوية، أما الانطلاق من هالخبر الطريف هذايا، ناقة لتهريب الهواتف الجوال، الموضوع اللي دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار السخرية، وكيما العادة حركنا هكاك الحس نتاع التنبير اللي موجود عند التوانسة. كيفاش كانت العملية سي حسام؟ وراه مش أول مرة، معناها الدواب اللي تم استعمالها في عملية التهريب، اي معناها نعطيك انت في نطاق معناها الفذكة، معناها كان ثم الدواب تعرف منين تمشي منين تخرج وين توصل، معناها سبحان الله حافظ المسلك نتاعها، معناها سبحان الله في خاصة في حدودنا الغربية. بون، هو اللي صار في جهة المطروحة في رجيم معتوق، وين تمكنت الليلة الفاصلة بين 27 و 28 تم الدورية مشتركة بين فرقة الحدود البرية بيدوز ومركز الفوار. تم ضبط وسيلة يقودها أحد الأشخاص، معناها قاطن جهة محمد، بعديد من البضاعة المهربة، وبش يتم تسليمها إلى كذلك إلى أحد المهربين من القطر الجزائري اللي بتبيعته، اللي كان بدوره قام بتسليم المهرب التونسي العديد من الكماليات الخاصة بالهواتف الجوالة، كانت علامات الدابة اللي هي الناقة. دونك لهنا القيمة الجملية تقريبا الناقة هذه كانت هزة أكثر من 75,000 دينار، تقريبا 80,000 دينار، وتمت مباشرة بطبيعة الحال قضية عدلية خاصة في اجتياز الحدود خلصها من طرف الطرف الجزائري، وتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونيه في شان جوز مهربين بطبيعه الحال بعد استشاره النيابه العموميه. بطبيعه يعطيكم الصحه، ان توكا ديما واقفين وديما حاضرين للعمليات اللي كيما هكا. في موضوع اجتياز الحدود خلصة المده الاخرانيه سي حسين، نسمع برشا على موضوع الافارقه في تونس، فما برشا افارقه اللي يحاولوا انهم يجتازوا الحدود خلصة باش يدخلوا لتونس ولا باش يخرجوا من تونس. دونك كثرت الاخبار على الافارقه والايفواريين تحديدا. هو راهو بالنسبة لخنعطيك فكرة في خصوص متابعة الوضع الأمني على شريط الحدود التونسي الجزائري خاصة، وتوافد العديد من المجتازين من جنسيات أفريقية مختلفة. أعطيك فكرة أنا وكان ترى في مختلف الأعمار، معناها والفئات العمرية اللي كانت دخلت لبلادنا، سواء من الرضع حتى الشيوخ والكهول والنسوة الحوامل وغير حوامل والفتيات. تقريبا في من شهر ماي من أو ديبو ماي حتى 12 جوان في شهر وجمعتين، تم إحباط في 2020 43 عملية اجتياز الحدود البرية خلصة، وكانوا عدد المجتازين 102 من مختلف الجنسيات الأفريقية المختلفة. كانوا تقريبا 77 اللي هما اللي يحملوا الجنسيات الأفريقية المختلفة، و86 معناها 16 تونسي، وكانوا العديد من الأجانب كذلك من العائلات السورية وغيرها. بالنسبة لنفس الفترة لكن في شهرين في 2019 18 عملية، مقارنة بماي حتى جوان كان 43 عملية، في 2019 18 عملية وعدد المجتازين كانوا 43. فهمت. وتعرف نعطيك فكرة زادة في خصوص زادة حتى الجمعة اللي فاتت تبارك، معناها في الأسبوع المنقضي في خصوص نشاط وحدات الحرس الوطني على الحدود الغربية، تقريبا راهو 14 عملية اجتياز وفيهم 47 من جنسيات أفريقية مختلفة. في القسرين ومن جندوبة ومن سيدي بوزيد ومن تطاوين. ونعطيك فكرة اللي كونه ثم شكون اللي كان حامل للكوفيد 19 وكان التحليل نتاعه إيجابي، وبطبيعة الحال تعاملوا معاه وحداتنا وقتها أول ما قاموا بعملية القبض عليه، وتم إخضاع تقريبا 18 العون حرس للحجر الصحي الذاتي، والحمد لله معناها كانت نتائج تحاليلهم كانت سلبيه فيما بعد. بالنسبه للمرض وبالنسبه للكوفيد سيد العميد، احنا البارح زاد الموضوع نتاع زوز افريقيين اللي كانوا هربوا من السياره وقتها في معناها في اطار نقلهم لمركز مركز الكوفيد اللي موجود في المستير، هذول على مستوى شبيكه. هما كانوا تقريبا معناها من القاسرين في اتجاه المستير، كانوا زوز يحملوا جنسيه افريقيه مختلفه، شاب وفتاه، تقريبا على مستوى شبيكة، اللي طلبوا من السائق السيارة الإسعاف باش يقوموا بقضاء حاجاتهم البشرية لأنهم لاذوا بالفرار. في ظرف ساعة تم القبض على الفتاة تقريبا في عين الكرمة،
وبالنسبه للشاب اللي تم القبض عليه الساعه 7 الصباح اليوم في الجسر اللي يربط بين الهوارب وشبيك، بطبيعه الحال تم التعامل معاه بطريقه حرفيه، وكانت وحدات الحرس الوطني بقروان معناها لابسه معناها المختلف تجهيزات الخاصه معناها للتوقي من الفيروس كورونا، وبطبيعه الحال تم التنسيق مع الهياكل الصحيه اللي بطبيعه الحال خذوا الاجراءات في شان. واضح، نشكرك برشا سيد العميد ناطق رسمي باسم الحرس الوطني في. وسمحني ما نجمش نتعداو معناها على الحدود البريه والاجتياز بغير ما نحكيو على الحدود البحريه. الحدود الحدود البحريه واللي قاعدين نشوفوا فيه مؤخرا برشا. اللي صار توا باريكزومبل توا البارح في الشيخ شطماري ملي تم وحداتنا تم قامت بإلقاء القبض على الشبكة تنشط في مجال تنظيم عملية الهجرة غير النظامية خاصة للأفارقة، وتم إلقاء القبض على منظمي العملية والوسطاء واللي هما تقريبا 6 أفارقة من جنسيات مختلفة اللي بشوفوا توا معناها ظاهرة نتاع الجنسيات الأفريقية المختلفة اللي ولت تمارس في عملية التنظيم وتكون هي وسيطة بين الأفارقة بالجنسيات المختلفة والربان وكذلك الوسطاء، وتم حجز تقريبا أكثر قريب 30,000 دينار وتقريبا أكثر من 500 أورو كعملة أجنبية، وتم ضبط 36 أفريقي كانوا بصدد تحذير الأبحار خلص. وبالنسبة لك مجموع البارح بالنسبة للحرس الوطني تقريبا 3 الوحدات العامة 3 عملية اجتياز يتم ضبطهم، وفي الأثناء هنا تقريبا ثم 75 تونسي كانوا في مركب واحد مع بعضهم اللي تعرض المركب نتاعهم للغرق، صارت لهم فوادو، ولولا وحداتنا معناها اللي لا قدر الله صار كيف، هما 75 تونسي كانوا في تقريبا في سواحل الواتا، وثم كذلك معناها فهمتني عمليه تقريبا فهمتني الجنسيات نتاعهم 75 تونسه و 42 اللي كانوا من جنسيات افريقيه مختلفه بما فيهم 36 اللي كانوا في شط مريم، وكان تقريبا الاعمار نتاعهم بين 18 و 51 سنه. بطبيعه الحال النيابه العموميه اذنت بمباشره قضايا عدليه ضد المجموعه في من خلال تكوين وثيقه تهدف اجتياز الحدود البحريه خلصه، وتم بطبيعه الحال اتخاذ جميع الاجراءات القانونيه في خصوص المنظمي والوسطاء وبطبيعه الحال المجموعه اللي كانت صادره فيها مناشير تفتيش وكانت مفتش عنها لفائده وحدات قضائيه وامنيه. واضح، نشكرك برشا سيد العميد ناطق رسمي باسم الحرس الوطني سي حسام الدين جبيبي، تحيه كبيره برشا ليك على المداخله وعلى المعطيات اللي مديتنا بها اليوم. نحكيو على ظاهره جديده في بلادنا كما هذه اللي نحكيو عليها، شبكه الهجره الغير النظاميه، أفارقة اليوم ينظموا في الهجرة من نوع هذايا، أفارقة يكونوا وسيط وأفارقة هما اللي يقوموا بالتجارة هذايا. نرجع لكريم بعد للتعليق خاطر عندنا موجز الأخبار ل 11:30، بعد نرجع نحكيو على الموضوع هذا بأكثر تفاصيل، خليكم معنا في زوم حتى 11:30 نهار. زوم 73.